خرطوشة ولا حرب. بابا الهرب مني هقتلها. لا يا خرطوشة لا بنتي. ايه يا خرطوشة هتقتل بنتك؟ انا حيالة جوز امها. لا دي بنتنا ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة. انا خلاص مفيش حاجة اخاف عليها يا حضرة الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين. الهرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل. واصبر خوف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اوف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوة هقتله. وتقتله انت ليه؟ معانك البيعة دي. الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشة؟ انا بعترف يا باشا. بتعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. خلينا عايش. تاجر سلاح يا باشا. دراعك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح وساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص. خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه. كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد يا اخي. والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتضرب يا شباب. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذة. شمع يا ابن السنديدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حمد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب كمان داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله يقدم رجله واخر رجله. انا ايه جاله تليفون؟ تليفون واحنا داخلين المأمورية؟ عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأمورية واديله تليفوني يبقى عيل. يا دي الكسفه. اه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتأخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافة السكة. بس انت بصير العروسة. بسيتك العافية يا حبيبي. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. أقول لك إيه، أنا فرح أختي النهاردة ولسه هنعدي على المدير وأمي بتستعجلني. يلا. آه يا حصي بالراحة يا حصي. في إيه بس؟ أظبط لك التانية؟ لا خلاص يلا يلا. كبرت يا شاهين لو بقيتي عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي، ده أنا الفرحة مش سايعاني النهاردة. ده اليوم اللي أنا مستنياه من زمان. بس أنا مش متعودة إنك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم، وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طم، بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. يا ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طم يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوه دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك جمبري كفته كباب. النهارده فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضله والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمه غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين.
ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا ولد بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرت يا جميلة و... ياسمين. ياسمين والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. نعم تعالى. ايوه تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم. يلا طب ما ياخدوه، حد هيشوف. ما تاخدوا راحتكم يا جماعه، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجه. معلش معلش تعالى هكلمك بره. طب هسجلكوا تاني. ايه بس في ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شويه. انا هكلمك في البنات، ايه رايك عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام كده؟ ايه يا حبيبي، مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميله. ايوه بصي، هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واقعه. انت محلويه ليه بالقصه دي؟ ما تجيبي بصي بصي، في بنت كانت واقفه على اليمين مش واقعه، اخش اشوف ايه حكايتها واجي. مش واقعه يا بنات. وهي عملكم هم الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشوا المحشي ده، الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي تكونيش فاكره للخدامين، احنا حريم جبر البطاش بردك. ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور به الكبير مصر لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من أولة الفرح. واه، يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انت واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، الفتنة كلها بنات. اختي احملي ربنا انك ما انتيش أرض بور زيي. دي إرادة ربنا يا عنايات. وبعدين انت مهما حصل الاولانيه ده انت اللي في القلب يا بنت، بقى مرت ان لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لازم قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 واه، جرى لك ايه يا مرتي وهي ولسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشهله شوي. حاضر حاضر يا عمتي نجات، حاضر حالناها حالناها. يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لديتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانة، لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصل ايه كفل الشر؟ اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بنت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره. بصراحة يا ابوي كده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجات؟ انت عودتنا نقوله الحق وما نخافوش حتى لو على رقبي. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزيادة قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين، ده هو الوحيد اللي دخل مدارس اجنبية ودخل الجامعة الامريكانية. لانه راجل ولا عاوزانا ادخلكم الجامعه وانتوا حريم؟ وجابر اخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه، جابر دماغه ناشفه ومخه تخين واخد الحكايه عافيه، لكن دياب اخر العنقود يتيم وامه ميته. ما همه تبقى ام احنا كمان يا بوي.
يعني احنا يتامى زيه ويمكن اكتر. لا يا وداد، دياب محدش زيه، ده امه سابتهولي وهو في اللفه. اه يا دياب، بس لما اشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شك الدبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ يا ياسين، ناس تتهنى وناس تتضرب بالنار. بقول لك ايه، علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. اشبعنا بقى يا باشا يوم فرحنا فطلي وما جيتش؟ يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير الماموريه هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم، تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم، تعليماتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلامه. باشا ابو العروسه دي النيله. الحكومه. الو. ايه يا حسام قلقتني عليك، طمني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي. هعمل ايه بس يا سلمى، كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون، وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا؟ في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول، يسالني انا. اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. قول يا قائد. خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها؟ ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله، سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يا حسام خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قاشه ملحه البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ بس سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها؟ ابوك مستقصدني في الروحه وفي الجايه. انت اللي مستقصده البيت؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليك، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جرى يا سعيد، بنتي وبواعيها، بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو زروطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك. حاضر. هي كلمه، انا قلت هتتجوز دياب، يعني هتتجوز دياب. مش هتجوزه يا عمي، ولو اتطبقت السما على الارض هكسر لك راسك الناشفه دي. انت عايز تفضحينا من الخلق؟ انا قلت كلمه ولا يمكن ارجع فيها. ما عندناش حريم تكسر كلام رجاله، فاهمه؟ يا عمي انا مره ب 100 راجل وانت عارف كده كويس، ولا نسيت انا بجابت مين؟ انا بنت كبير الطراشنا الله يرحمه. الله يرحمه يا ستي ويرحمنا منك عاد. اسمعي انا الكبير دلوقتي، والكلمه كلمتي والشوره شورتي، وكلمتي لازم تتنفس. اسمعي كلام عمك يا بنيتي، ما تنشفيش راسك وموال. يا حكمة دياب دهزن الرجال ومال وهدومه، والف واحدة تتمنى التراب اللي بيمشي عليها. أنا قلت اللي عندي، ما هتجوزوش يعني ما هتجوزوش. يا بنت الحلال، الجوازة دي
هيترتب عليها مصلحة كبيرة بيننا وبيناتهم. وانا لعبة في يدكم تقضوا بيها مصالحكم بعدين ترموها؟ مش كفاية ورثة ابويا اللي حرمتني منيه؟ وبعدين في الكلام اللي يفور الدم ده. استهدي بالله يا حكمت وعدي الليلة دي على خير. عمك صادق في مقام ابوكي وبيدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحته هو؟ قسما عظما لو ما اتجوزت دياب لتخك يا رين وتاوي جدتك وخلي الدبان لزرك ما عارف ليك ايه اشتريك جرة. تفضل تفضل يا سيد الناس تفضل. نايم فوق يا ابن بتع الكتعي. واه 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 سيدي جابر في مصر. ايه الخربطه دي؟ نورت يا سيدي الحمد لله بالسلامه. سيدك دياب فين يا واد؟ سيدي دياب نايم جوه. وايه الخلاجات اللي انت لابسها دي؟ فين يا هذه اللاسه والجلابيه؟ دي هدوم فرنجي روشه لزوم العشاء في مصر. والنعمه الشريفه نضيفتي يا ابن بتع الكتعي. وايه جزايز الخمره دي كلها؟ دي كلها تخص سيدياب. سيدك دياب ده كان جالبها مسخر عاد ده. طيب انا خشش له. لا يا سيدي لا لا يا سيدي جابر ابو سيادتك لا ده يموتني يقطعني قطيع. قبري يلم العفش افهم يقطع قطيع ليه افهم. اصله يا واحدة هاي اصله عنده ضيوف بيقابل الضيوف في اوضه النوم. ايوه ده العادي بتاعه سيدي دياب بيقابل كل الناس في اوضه النوم الا قرايبه. لا حول ولا قوه الا بالله انا خشش له. سيدي جابر سيدي جابر لا انت على هنا. ايه المنظر ده ايه المنظر ده؟ وبعدين اخوه ومتوحشه ورايد يشوفه. انت ايش اخششك؟ ايه جابر خبر ايه؟ حصلت حاجة؟ النهارده فرحك يا عريس. قوم احنا بقينا بعد العصر. نسيت اياك. انسى كيف؟ ما انا هاي يا جابر بجهز نفسي. قوم استر نفسك وحصلنا على برا يا واد ابوي. ديب. انت بجد عريس وفرحك الليلة؟ الليلة وكل ليلة يا عروس. يلا قومي خدي لك شاور ونعنشي نفسك لما تشوف الرجالة اللي برا. أنا جيت. حسام حبيبي تعالى. عروستنا الحلوة خلصت ولا لسه؟ ازيكم يا بنات؟ ازيك يا شاهين؟ ازيك لسه عمي. شوية. إيه الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله يا بختك عم ساهر. إيه رأيك بقى؟ الفستان حلو؟ بسم الله ما شاء الله قمر. الواد ساهر لو شافك هيغمى عليه من الفرحة. أنا مش عارف اليمامة دي هتتجوز قالب الطوب ده إزاي؟ طبعًا مين يشهد للعروسة؟ شفتي؟ شاهين ده اللي كنت بعدها على رجلي واخدها اجيب لها شوكولاته كبرت وبقت عروسه. ممكن لو سمحت ما تكبرش نفسك؟ كان نفسي ابوك الله يرحمه يبقى عايش ويحضر معانا اليوم ده. جرى ايه يا حسين؟ ما انت ابويا واخويا. ربنا يرحم بابا ويطول لنا في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. يعني انا بجد مش فاهمه، يعني ايه الصبح يضربك بالرصاص وبالليل يروح فرح اخته؟ يا حبيبتي اللي عمله حسام ده تكتيك احنا متدربين عليه، مش غلط منه يعني. تكتيك؟ ايوه عشان نشيل حركه الخصم. ونسيطر عليه. والله شكلك انت اللي عايز تشلني. وبعدين افرض بقى كانت الرصاصه ردت في وشك وحصل لك حاجه انا كنت اعمل ايه؟ تهدي مش كده الامر بيد الله. بقول لك ايه من الاخر كده شغلانتك دي مش مريحاني وطول الوقت اعصابي متوتره. انا ومالك مالناش غيرك. قلت لك انا ظابط مباحث وما ينفعش اكون في اي حاجه الا المباحث. خلاص اطلب منهم ينقلوك مباحث الكهرباء. كهرباء؟ ما هي مباحث برضه. يبقى انت اكيد بتهرجي يا امان. ايه ده؟ انا مش بهرج انا ومالك مالناش غيرك. انت لو حصل لك حاجه احنا هنلوص. بس كده عشان هتلوصوا؟ يعني وجودي في حياتكم مجرد مصلحه؟ ما تقولش كده يا زوز، انت عارف ان احنا حياتنا من غيرك مالهاش طعم. لا برضه زعلان. بطل دلع تعالى. من راحه امان. سوري. طب اهبط. اقول لك ايه؟ استنى. هو احنا لازم نروح الفرح ده النهارده ولا انت ليكي راي تاني؟ لا ماليش، بس هنروح الفرح. بطل شقاوة. انا ما صدقت ان ماما جايه تبات مع ملك. ده انت عامله حسابك ومرتبه كل حاجه اهو. يعني ما هي فرصه نخرج من غير ملك، امتى اخر مره خرجنا من غيرها؟ مش فاكر. طب بقول لك استنى بقى.
عايزك تساعدني اختار فستان. عندك اوبا ده تفك، عندك الطويل والقصير. الصراحه الاثنين وحشين، روح شوفي مين. يلا روح شوفي مين. مش فاهم الحمير في اكل الجنزبيل. هفتح الباب. سلام. الو ايوه حاج. اهلا اهلا يا معتز. اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي، ومالك كمان وحشتني قوي قوي. هتيجوا امتى بقى يا اخي؟ لا لا لا، انا عايز اشوف حفيدتي في اسرع وقت. تحت امرك يا بابا، اجيبها لك على اخر الاسبوع تشوفها. المهم انت بس طمني على صحتك، بتاخد الدواء في مواعيده ولا بتكسل؟ دوايا ان اشوفكم حواليا يا حبيبي. خد اخوك منير عاوز يسلم عليك ويطمن عليك. الو يا معتز، هكون بعمل ايه يعني؟ ما انا متمرمط في المحل اهو، صباح طبيره وشايل الهم والعد كله على دماغي، ومحدش شايل فيا. وانت بسلامتك شافت بطلك ومعدي، وكل اول شهر بتيجي تقفش الشهريه بتاعتك. هات هات هات، ده انت بدم يا ساتر. معلش يا ابني يا حبيبي، معلش ما تزعلش، ما انت عارفه اخوك الكبير وطول عمره بلمف. ماشي يا حبيبي ماشي. لا اله الا الله محمد رسول. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ هتفضل طول عمرك كده؟ ايش حال ما كنت انت الكبير وهو الصغير؟ هتفضل طول عمرك نيرك من نيره؟ لا ما انا ما بكرتش على قفايا، وما اتكلفتش بكلمتين كده في التليفون. ازيك يا منير؟ عامل ايه يا منير وطمنا عليك؟ لا حبيبي، وطول النهار قاعد حاطط ايده في الساعه، ويجي لي اخر الشهر عاوز المعلوم، عاوز الشهريه. وهو بيقبض من جيبك؟ الله، ده مالي؟ مالي وانا حر فيه؟ انا لسه ما موتش، انت عاوز تورثني بالحياه. بعد شر عليك يابا، معلش انا متعصب، بس زحمه الشغل وضغط الشغل عليا هو اللي خلاني بقيت البقين دول. يا كداية. دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك، ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. ميرسي يا زوز. اتفضل يا سيدي. يا ديال، ما عاوز تعجل اياك يا ولد ابوي. هو اللي عمله ابوك ده يخلي فيا عقل؟ في حد دلوقتي يتجوز عروسه ما شافهاش هي؟ من ميتة واحنا بنشوفه، من ميتة ابوك طول عمره هو اللي بيشوف لنا واحنا بنمشي وراه مغميين. بس دي جواز مش بيعه وشروه يا جابر. وهدان. اطمن يا دياب اطمن، ابوك ما حينجلكش حاجة عيب شواصل. وبعدين يعني هي دي آخر جوازة، وبعمل زي اتجوز أربعة والتلاتة التانيين بختارهم أنت على هواك. يا أخي أنا فاهمش ليه أبويا مصمم على الجوازة دي بالذات، دماغي حتشت. أفهمك، حكمة دي إن عيلة الطراشنة عمها يبقى صادق بيه الطراشني نايب دايرتنا، ليه مصانع كتير قوي عندنا وكلها في مصلحة شغلنا، والمثل بيقول اللي ملوش نايب يشتري له نايب. ايوه، والنسب بيحمي المصالح ويقويها. ولك ده بتبيعوني عشان المصلحة وعاملين دياب قنطرة تعدوا عليه. المصلحة واحدة يا ود ابوي، المصلحة واحدة. باي باي بقى يا دودي، هشوفك تاني امتى؟ خلاصك ده.
جفلت من النهارده ما هتشوفهوش تاني واصل. ليه بس كده؟ اصله هيتجوز بعد الشر عنك. ايه ده؟ الموضوع بجد بقى؟ محدش ضامن، خليني على تليفون. طاهر امرك يا سيد الناس. خد مني هالمفتاح. شايلاه فين؟ شايلاه. خد المفتاح اهو. بسرعه كده. طب بقول لك ايه؟ لو احتجتي المنامي اني مفتاحي موجود. انت بتعمل ايه ياكل ناسك انت؟ ولا حاجه. يعني هي جت علي ما مكفهوش اللي عملوه فينا؟ كمان عاوزنا نتجوز على كيفه؟ استهدي بالله يا بنيتي وتجوزي دياب. على الاقل هيبقى ظهرك وسندك ويعرف يجيب لك حقك من ورث ابوكي اللي خدوا عمك وحطوا في جيبه. انا موافقه بس عشان يتجيب لنا حقنا. وانا من ناحيتي مش ههملك واصل، وجوزك ده هيكون يدي بيده وفي مقام اخويا الكبير. ودي الكرافات يا ست سلمى وحمراء علشان ايه؟ بتعملي لناش فيلم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا ابني. ويخليك لينا ماما، انت اللي زي القمر. ايه الدلع ده؟ ايوه طبعا دلع ونص كمان. تعرف يا حسام، انت الوحيد في اخواتك اللي طالع زي ابوك، واخد هيبته كده وطلته. اه والله ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه، ما يبقاش شكل بس يا ماما. ومين قال انك مش زيه في اخلاقه؟ ده انت تربيت ايديا يا واد. ما هي المصيبه ان انا تربيت ايدك يا ماما. مصيبه ان انا ربيتك يا واد. اه لانك ربيتينا صح قوي في زمن ما فيهوش الا غلط، كله شياطين بعد عني، كله شياطين. لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه. طب ده يمشي مع شياطين الجن، هنعمل ايه بقى في شياطين الانس اللي كل شويه توسوس لك توسوس لك توسوس لك لما الواحد يروح في داهيه؟ ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم ونعم بالله. ادعي لي يا ماما، ادعي لي. ربنا يحفظك من كل شر وسوء ويكفيك شر الشياطين يا رب. امين يا رب العالمين. والله لسه بسرتك، لسه بسرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. اه وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت انت نقيب من الوادي الجديد من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر، لو ما حضرتوش هتبحك. وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريفيزك 20 يوم. اللي قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شاهين ده وساهر؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كم مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما، تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره. يا عم انت وماما والعرس تزنقهم في العربيه الصغيره؟ آه. انت ناسي ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخويا، ما هيتنقل ليه ياخد العروسه. العروسه يا ابني انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجي لكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه؟ ما انا موجود، هتركب صحبات اختك في التاكسي وتشحططهم، انا هاخدهم وامشي. انت خالص خالص يا حسام، ما يصحش. البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي؟ اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع، هاخد البنات امر الله. اوعى اوعى يا حسام تعالى هنا اهو. لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز الجواز ايه ونيله ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه؟ كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديك بوظت النور. يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ اه. وانا هخش دنيا عشان اخرج منها؟ انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. لا 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 ايه ده بقى؟ ان شاء الله انت لسه ما جهزتيش؟ اجهز ايه بس يا معتز؟ الفستان ده غالي قوي، جبته ليه؟ ليه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا حبيبتي. لا بتكلم جد يا معتز، انت مرتبك مكفينا بالعافيه، لو جبته من فلوس مرتبك هنرجعه على فكره. اطمني يا ستي، جبته بمكافاه خدتها من الشغل. ارتحتي؟ يعني يوم ما تاخد مكافاه من الشغل بدل ما نحطها في اقساط الشقه بتجيب لي بيها فستان يا معتز؟ حرام عليك. هو احنا جينا في شهر واتزنقنا؟ ما احنا ربنا استرنا معانا والحمد لله. خلاص ما تزعلش. وبعدين انا ما يرضينيش ان مراتي حبيبتي تروح فرح زي ده الا فستان جديد. ربنا يخليك لاقي يا موز. يلا بقى الفرح يفوتنا ولا نقعد؟ بطل بقى، يلا روح البس ساعه ونكون جاهزه. بص قدامك يا محمد. يا ابني بص قدامك، لا هنعمل حادثه كده. انت تبص عليهم ليه؟ عارفه يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يومه. انت هتقول لي ده اخويا وانا عارفاه كويس؟ طبعا محظوظ، مش خاطب اختي.
وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محظوظه عشان مخطوبه له؟ خلاص خلاص ريحوا نفسكم، هما الاثنين محظوظين. الله الاغنيه دي حلوه قوي يا حسام. نسيت فاكر يا حسام لما رقصنا عليها انا وانت في عيد ميلاد شهنده من سنتين؟ رقصنا هي لسه شهان وسنتين مين؟ وشهنده ايه اصلا؟ هو رامي بلا هتودينا في داهيه. انت بتعرف ترقص يا حسام؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي. لا والله والله انا يا دوبك بفك الخط في الرقص يا سلمى، شهان بتبالغ بس اصلا مربيها من وهي قد كده. لا 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 لا، الرقص ده احساس، وانت احلى حاجه فيك انه عندك احساس حلو قوي، خصوصا لما يرقص سلو. وكمان سلو؟ يعني انا بتبالغ، مش بقول لك بتبالغ. بالغ ليه؟ انت كل حاجه دايما كده، دايما بتبالغ دايما بتبالغ. لا انت مش عارف قيمه نفسك والله. يا بختك بيه يا سلمى. يا بختي فعلا. طب لحظه بقى كده، نسيني خالص. ايه يا حسام مالك قفلت الاغنيه مره واحده كده ليه؟ يعني اصل احنا على طريق واربع كاوتشات وحته حديده في الهواء، محدش عارف بقى، يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجه يعني بقى بيقرا قران في سر وبيعمل حاجه مفيده. وانت يا سلمى بعد اللي سمعتيه من انسه جيهان عايزه تكملي كملي، مش عايزه كل شيء اسمه نصيبه بنت الناس. كتر خيرك يا جيهان. يا حسام يا ابن المحظوظه. يا ولا بص قدامك هنعمل حادثه. اه محظوظه محظوظه محظوظه، شكلك اخر مره هتشوفها. يلا يا رزل. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد.